طبعا هاي فعالية ثورية وقفة تضامنية مع أهل الغوطة الشرقية ومع صمودهم الأسطوري ضد الحصار الجائر وضد القصف والتدمير اللي الممنهج اللي عم يمارسوا عليهم النظام المجرم هو وأعوانه طبعا. بس هلا كل المؤتمرات أنه قرار الشعب السوري هو منبعه من الداخل ليس من الخارج، ليس المعد من الخارج. الغوطة تستغيث، الغوطة تستغيث، الغوطة تنادي، الغوطة جائعة. أطفال الغوطة بأعناقكم، أطفال الغوطة ينادونكم، يناشدونكم الله، يناشدونكم الله أن تغيثوهم، أن تخلصوهم من الجوع، من الموت البطيء. قمنا اليوم بمنطقة حوران بوقفة تضامنية، تضامناً أولاً مع أهلنا المحاصرين في الغوطة الشرقية. نطالب جميع الدول وأصدقاء الشعب السوري الذين يدعون أنهم أصدقاء الشعب السوري يتخذوا قرارات على الأرض الملموسة للشعب السوري، من فك الحصار، من إخراج المعتقلين، من مطالب الشعب اللي بنطالب فيها من بداية الثورة اللي هي الحرية وإسقاط النظام.